لسه مع بعض، ويعني معلش طبعا ما تزعلوش مننا، احنا دايما بنتناقش في الرياضه، في المشاكل الرياضيه، في الاحداث اللي بتحصل في الرياضه. لكن النهارده موضوع مهم جدا يخص الاعلام الرياضي، والاعلام الرياضي على منتج مهم هو دايما التورته بتاعه اي بلد، هو الدوري. واحنا الدوري المصري طبعا لازم نحافظ عليه كمنتج مصري. وانا عجبني الكلام اللي اتقال من خلال الاستاذ محمد الامين، ومن خلال الاستاذ اسلام، من خلال الاستاذ ايهاب جلال، ان القنوات الفضائيه بتخسر ولكن عايزه تحافظ على المنتج بتاعها، منتج الدوري المصري. وعايز اقول حاجه برضو، ان القنوات الفضائيه المصريه واتحاد الاذاعه والتلفزيون السنه اللي فاتت واللي قبلها لما الدوري كان واقع والانديه مفلسه والاتحاد الكوره ما كانش عارف يعمل المسابقه، القنوات الفضائيه المصريه الخاصه هي اللي قدرت تساعد، وهي اللي قدرت تدفع فلوس عشان الانديه تاخد فلوس من الاتحاد الكوره، وتقدر تقوم صناعه الدوري المصري او صناعه كره القدم في مصر في وقت كان كل المؤسسات مفلسه، مفيش فلوس. لكن احنا اشتغلنا، انا يعني مش فاكر في قناه النهار رياضه مثلا او في بعض القنوات الاخرى الخاصه يعني زملائنا ان هم مثلا قفلوا استوديوهاتهم او وقفوا برامجهم. الناس اشتغلت وتحملت خسائر وتحملت مرتبات وتحملت دفع فلوس للاتحاد الكره المصري عشان تشتري الدوري المصري، وكان الدوري ما بيجيبش. انت عندك في الفتره دي ثلاث قنوات، ثلاث اربع قنوات، بس بتكلم عن القنوات الكبيره اللي هي قدرت تستحمل وتتحمل الخسائر وتخش. السؤال هنا يا استاذ ايهاب، يعني برضو من خلال كلامكم، انتوا طبعا بتفهموا في مجال التسويق الرياضي اكتر مني وشراء الماتشات، يعني ايه السبب اللي انا بدفع اي فلوس مقابل اللي انا اخد المنتج ده؟ مش هاممني الخساره. يعني انت قلت لي برضو حاجه انا ما كنتش اعرفها، ماتش الاتحاد السكندري متكلف 6 مليون جنيه من شركه برزنتيشن، وإيراده 200 ألف جنيه. 200 ألف، يعني أنا خسران 5 مليون و800. طب إيه يعني أنا هستفاد إيه؟ في حاجة والكاس، والكاس نفس الحكاية، والكاس السوبر، والكاس والماتش السوبر عارضين 500 ألف جنيه، هما بيرفعوا 1,550,000. يعني ده أكيد بيبين إن في حاجة تانية غير المكسب والربح والخسارة والكلام ده، في هدف تاني، وهدف بدأ يبقى برضه عشان ما نضحكش على الناس والمشاهدين، بدأ يبقى الهدف واضح، الاستحواذ بطريقة معينة لجهة معينة. يعني الاستحواذ ده في الاخر مفيد ولا مضر؟ ما لو مفيد للمشاهد المصري على فكره احنا نضرب تعظيم سلام وكلنا نساعدهم، ما عندناش مشاكل. لو في جهه تانية عايزه تصرف وعندها استعداد تخسر وعندها استعداد تدخل الدوري المصري كمشروع برانا كلنا كقنوات مصريه، ما عندناش مشكله. بس في الاخر نكون عارفينها هي مين، عشان نبقى فاهمين الاجنده اللي بتتكلم عنها ايه. طيب الهدف دلوقتي إيه؟ مثلا شركه بريسيشن مجبره خلال اليومين دول تعلن المصدر اللي هي هتبيع له. اكيد صح، اكيد. افرض قناه عربيه عاديه، ايه الموقف بالنسبه لنا؟ على فكره احنا ما عندناش مشكله، بس انا بوصل لك رساله ان المباراه مش هتجيب فلوسها، فايه الهدف من اذاعتها؟ هو احنا دلوقتي كاعلام تلفزيوني بنشتغل لحاجتين، اولا المشاهده، وثانيا الربحيه. طبعا مفيش حد بيفتح قناه يفضل يقعد يصرف عليها ويخسر، يصرف عليها ويخسر، مش ما عندناش هدف. لا بنلعب في السياسه ولا بنلعب في عايزين، يعني ما عندناش هدف يخلينا نخسر. لكن الهدف بالطريقه دي في هدف اخر غير يعني الهدف، مش هدف يطمنك، تحس ان في هدف يعني حاجه مش مظبوطه، فانت قلقان ان انت تشوف ايه اللي بيحصل. عايز اقول لك على حاجه، في دول عربيه كتير منع ان الدوري بتاعها يتباع، ممنوع. السعوديه ممنوع منعا باتا في قانون الحقوق، الدوري السعودي لا تباع الا لشركه يملكها 100% سعودي، لا تباع الا، لا تذاع الا على قناه يملكها 100% سعودي. 100% قوي، يعني النسبه الاكبر اللي هي 80%، يعني ما يكونش ام بي سي سبورت اللي اشترت الدوري السعودي، السعوديه بالكامل 100%، ام بي سي سعوديه. لكن خليني اشرح لي كده، اقول لي ايه القنوات ممكن ابيعها لقنوات مصريه وبلس اللي انا اديها لقناه عربيه، ده مش عيب، بس ما يبقاش لا قناه عربيه هي المستحوذه عليه والقنوات المصريه لا. برافو عليك خالص، ده حاجه كسياسه بقى وامن قومي، مش قصه ربحيه او يعني بص انا مش عايز اقول بقى اكبر الموضوع، لكن في الاخر هو غلط. غلط غلط، وده كاس هنشرب منه، هنشرب منه كلنا. كل الناس اللي مشيت ورا الربح اللي شايفاه قصاد عينيها في الاخر هتشوف نتيجه ده ايه. نتيجه دوت ممكن يحصل 100,000 حاجه من غير ما نذكرهم، ممكن يعني ممكن تكون في مكاسب شخصيه لاشخاص وراء الموضوع ده. انا عايز اقول لك سواء مسؤولين وعندهم مصالح مشتركه. انا امبارح قلت في الاجتماع بتاع سيده رئيس الوزراء،
قولوا لي ايه الدوري العربي اللي بيتباع لقناه مش عربيه، يعني مثلا او مش لقناه بتاعت صاحب يعني دوري جزائري بيتباع لقناه غير الجزائر، دوري تونسي بيتباع لقناه غير التونس، دوري سعودي بيتباع لقناه غير السعوديه، دوري اماراتي بيتذاع في قنوات غير الامارات، الامارات بيتذاع في دبي وابو ظبي، صح، احترام كامل. الدوري السعودي بيتذاع في السعوديه طول عمره في الدوري والكاس وبين طول سبورت. عمره ومحبه يكبروا ويخلوا الناس تتفرج عليه، دخلوا دول دخلوا عربيه ام بي سي، دخلوا ام بي سي السعوديه، السعوديه ده الدوري السعودي، الدوري الكويتي الكويت، الدوري الاردني الاردن، مفيش دوري الدوري الاسباني بيتزع. القنوات الاسبانيه واللي عايز يشتري لا. بس بص بس احنا ايه، انت هنا بتتكلم في دول افريقيا ودول اوروبيه عربية مختلف. لا انا بكلمك على الدول العربيه ان هو القانون ده صارم في الدول العربيه. اما حصل ان في قناه مغربيه او الاتحاد المغربي فكر ان هو يبيع لاحدى القنوات العربيه، تم الغاء التعاقد بامر ملكي. تم الغاء التعاقد بامر ملكي. ممنوع الدوري المغربي يتفرجوا عليه غير في المغرب. دي قواعد في يعني دي قواعد احنا عرفناها من 20 سنه في الرياضه. اما جت الاي ار تي تبيع كل حقوقها، احنا كنا مسؤولين في الاي ار تي، اما جينا نبيع كل الحقوق للجزيره فصلوا عنها الدوري السعودي. باعوا كاس العالم، باعوا كاس الامم، باعوا التصفيات، باعوا كل حاجه تملكها القنوات الرياضيه السعوديه. حين ذاك يعني انا كنت المسؤول عن مركز مصر في الرياضه، باعوا كل حاجه ورفضت الحكومه السعوديه تبيع الدوري. فاحنا قلنا لهم يعني ازاي يا جماعه الدوري السعودي هيبقى على تلفزيون قطر يعني او الجزيره. باعوا كل الباكج وفسخوا العقد مع يعني الدوري بتاع البلد ده خط احمر، خط احمر في كل حته في العالم. احنا هنا اللي حصل عندنا حصل حاله من التسيب، لكن باذن الله باذن الله احنا يعني عشمنا في ربنا كبير وعشمنا. انا النهارده كنت بتكلم مع المستشار مرتضى منصور وهو بصراحه يعني وعدني ان شاء الله باذن الله يحل الموضوع يوم السبت مع اتحاد الكوره، وانا اعتقد ان هو ان شاء الله باذن الله قادر بتدخله ان هو يحل الموضوع ان شاء الله. طب انا معايا الاستاذ عمرو الكحك العضو المنتدب لشبكه قنوات النهار. استاذ عمرو ازاي حضرتك؟ يا كريم ازيك عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ انت محتاجه بقى الموضوع ده مناظره في برنامجك. احنا بديناها يا كريم، قرينا الموضوع بدري لو انت فاكر من اسبوعين وابتدينا نتكلم عليها، بس عايزين بقى يعني تكمله بالاحداث الجديده اللي بتحصل. يعني احنا دخلنا اسبوعين واخد بالك، ودي مساله لازم نقف ونبص لها بشكل واضح وباريحيه شويه عشان نبقى بنقرا اللي بيجري حوالينا. ايوه خلينا نبقى واضحين. النهارده عندك اقصى الحالات في مسائل الدوريات هي ايه؟ حاله الدوري الانجليزي كان في ايد البي بي سي اللي هي الخدمه العامه اللي الشعب بيدفع ضرايبه عشان يشوفها، وثم اتاخد لشركه ثانيه دخلت خدته، هي شركه بريطانيه. هي شركه سكاي، سكاي سبورت، ودخلت خدت الدوري وبتذيعه وبتشتغل بيه ولو كان مشفرا، لكن في المقابل بتدي الميني ماتش والهايلايتس ها للبي بي سي من حقها زي مباراه كل اسبوعين انه كان كذا. اذا في للخدمه العامه ولمشاهده المصري البريطانيين او الانجليز على وجه التحديد بالدوري بتاعهم لازم يتفرجوا عليه، شرحه في سكوتلندا، شرحه في ويلز وهكذا. اذا الدوري لازم يكون اولا على التلفزيون بتاع البلد حتى ولو كان مشفر بالمناسبه، فاهمني؟ حتى تمام. ولو كان مشفر على في البلد وبعدين بيبقى بره، زي ما قال لك ايهاب من شويه كنا بنتفرج على الدوري الاردني، بنتفرج على الدوري المغربي، على دوري جزائري احيانا على الاي ار تي وقت ما كانت هي مصدر المتعه والسعاده للكره، واخد بالك؟ الكلام ده معناه انه القنوات اللي جوه هذه البلاد لا تذيع؟ لا، بعد ما بتذيع وكل يذيع ومتزامن. وحضرتك لما بتيجي من بره بتدفع سعر غير السعر اللي بيدفعوه اللي على قناه البلد نفسها بالظبط. وده اللي انا برجع اقوله، لو كان حد ارى العمود كمان اللي انا كنت كاتبه في جريده الوطن الاسبوع ده، بنقول بوضوح شديد احنا لما دخلنا الدوري في من النص الثاني بتاعه من 2011 لما استؤنف بعد الثوره، كان عندنا هدف واحد وحيد، هو ان احنا عندنا صناعه بتقوم زي ما عملنا احنا كشبكه تلفزيون النهار على وجه التحديد في قصه دراما. كل الناس بتجري على تركي والمنتجين المصريين في الدراما ما بيشتغلوش، وكان في حاله كساد
وأبينا إلا أن نتوقف عن بث الدراما التركية تماما. ده قرار واخدينه على فكرة قبل الخلافات السياسية مع تركيا واللي عملته ووقفة جنب الإخوان المسلمين وأوضاع كل الكلام. قلنا للناس حتى في عز الأزمة إحنا مش واخدين موقف سياسي، ده موقف وطني معمول في قصة إنه الدراما المصرية لازم تقف على رجليها. مش هندفع عشرات الآلاف من في حلقة واحدة من مسلسل تركي في حين إن إحنا نقدر نورد ده لمورد أو لمنتج مصري محترم أو فيشتغل كروهات مصرية وتشتغل منتجين للدراما المصرية وتشتغل فنانين مصريين وكل الكلام ده، فنشوف منتج محترم. وفتحنا السيزون بتاع الدراما المصرية برا رمضان وبنشتغل على الكلام دوت الحمد لله بوضوح. قدرنا نعمله من أواخر 2012 أو 2013. إذن ده هو نفسه اللي بنعمله مع الرياض الكريم، واخد بالك؟ هو ده اللي عملناه في الدوري. يعني منتج ميت العام الماضي، دوري من مجموعتين ما فيهوش أهم مباريات بيجي عليها الربح الإعلاني، اللي هي مباريات الأهلي والإسماعيلي، مباريات الأهلي والزمالك، مباريات الزمالك والمصري اللي بيبقى لها وضع خاص جدا في ها. طب استاذ عمرو شايف يعني الحلول ايه في الفتره اللي جايه؟ شايف التدخل يبقى عامل ازاي عشان برضه لازم يبقى في صيغه نتعامل بيها؟ بص يا كريم، انا عايز اقول لحضرتك حاجه بوضوح. الحل ليست مشكلتنا. يعني انا مش مشكلتي ولا مشكله ايهاب دلوقتي ولا مشكله حتى غرفه صناعه التلفزيون انها توجد حلا. من ورطنا هذه الورطه عليه ان يخرجنا من هذه الورطه. اولا طبعا تحياتنا الشديده والكبيره للوزير المحترم المهندس خالد عبد العزيز، رجل خلوق فاهم كويس جدا في الشغلانه، عارف مداخلها ومخارجها. عارفين انه في اقتصاديات سوق في اوقات محدده طبعا يخشى من القول بتدخل الدوله في عمل جمعيه اهليه كاتحاد الكوره، الكارت اللي بتعايز تلعب بيه ولما بيكون في درجه من درجات الاشياء، ولكن الجهه الاداريه عمرها ما تورعت عن انها يعني تحل اتحاد لما تلاقي انه في اخطاء بتضر بمصالح الدوله وبتصلح بيه بانه باسرع وقت ممكن بيكون في انتخابات. تمام. فالحل الحقيقه عند الجهه الاداريه من ناحيه، دي نقطه. النقطه الثانيه، الاخوه بتوع الاتحاد المصري لكره القدم ربما يكون اخوك ايهاب قاعد جنبك يقدر يحكي لك قدر احنا اتكلمنا من عدم القدره على الاجابه امس امام رئيس الوزراء. انا هنحاول يعني نجيب حد من الاتحاد يكون ضعيف يا فندم وما يبيعش منتجه ويسوقه ويتباع بشكل جماعي ويبقى واضح ويبقى مدرك انه اللي واقفين حتى ولو في متاخرات. ما هو يا جماعه لو ما كانش حصل السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها انه احنا كتلفزيونات مصريه خاصه دخلنا وشلنا هذا المنتج اللي ما بيكملش، كان فشل مجموعتين، واخد بالك؟ بالزبط. معلش يعني ما كانش في حد تاني هيشيل. تمام. الله ما فيش. ويقول لك اصل كان فلان عايز. طب ما هو لو ما كانش الدوري كمل كان رجع عليك وخرب بيتك. مين اللي يشيل بالزبط. غير المصري يشيل الصناعه المصريه. تمام. هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. ليه بنخسر؟ ده سؤال النهارده اتسال كتير. ليه نخسر؟ لانه هذا قدرنا، لاننا مصريين، لان احنا بنقف جنب صناعتنا الوطنيه في هذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك، واخد بالك؟ ده اللي عملناه لما اشترينا افلام جديده بعد الثوره. كل الدنيا كانت واقفه وكساد، اماكن كتير جابت دور رفعه، قنوات زي ما قال لك ايهاب قفلت. بالظبط. احنا الحمد لله بنكافح عشان نقف على رجلينا وكله يشتغل. ايوه في متأخرات فلوس بتتسدد، لكن ايه؟ لما يكون لك جزء وانا يكون لي عند المعلن جزء ويكون لفلان جزء واللعيب ليه عند النادي جزء احسن ما نقف كلنا. تمام. ندق على بطاطنا. وافتكر انه المهندس ماجد سامي بعت لعيبه بتوع وادي دجله يلعبوا في النادي فليرس في بلجيكا. طيب بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو الكحكي، طبعا العضو المنتدب لشبكه قنوات النهار، ومعايا مداخله مهمه استاذ ايهاب. انت من شويه قلت لي استاذ مرتضى منصور يوم السبت اللي جاي يعني قال لك هيتدخل وهيخلص. هو وعدني بصراحه. طيب. النهارده ان شاء الله، وانا شايف ان هو قادر باذن الله على الحل. تمام. سياده المستشار ازي حضرتك؟ استاذ كريم ازيك؟ استاذ ايهاب ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا مش متابع بس البرنامج من الاول، بس انا سمعت ان في ولد اتكلم وقال انه مرتضى منصور موقفه ايه قدام الجمعيه العموميه بتاعته. ما اعرفش مين اللي قال الكلام ده. مين اللي قال كده؟ لا ما قالش كده، ما قالش كده. انا ما اعرفش مين اللي قال كده، بس عايز اقول له. بيقول ان عايز اقول له جزمه مرتضى منصور اشرف منك. مرتضى بالراحه بس عشان نتكلم. اوعى اتكلم عن مرتضى منصور بحرف. انا جزمتي اشرف من اللي قال الكلام ده.
لا ما انا اوضح لك هو قال ايه. ادي واحد لا راح. طيب انت قلت انا ما اتفرجتش. انت قلت انا ما اتفرجتش. احنا هنقول لك. طيب اتفضل كلم. انا ليا صفتين، صفه رئيس نادي الزمالك وصفه رئيس لجنه الانديه اللي هي صاحبه البث، صاحبه ال القرار اللي هي قرار البث يعني. تمام تمام تمام. بالطريقه دي اللي حصل دي والهيجان اللي حصل ده، ومحمد امين يدخل وده يخرج، وحسن عامر مين ومصطفى عامر مين، ولا شعر من راسنا احنا ال 13 هتتهز. مفيش مشكله بتتحل بالطريقه دي. لانه اي حد هيلمح تلميح عليا او على رئيس نادي من 13 وكلهم ناس شرفاء، ما حدش اتكلم على ولا واحد من 13 نادي. استاذ مرتضى هو بس يعني هنتكلم في نقطه ثانيه خالص. هو مين اللي وصل لك الكلام ده؟ اه انت هنتكلم في حاجه ثانيه خالص. اتفضل. لا انا سمعت انا سمعت ان كريم، لا انت في الاخر دلوقتي قلت انه يبقى في مصالح مع مسؤولين في لا انا قلت كده بس مش مسؤولين انديه، لا في مصالح مشتركه. بس كلامي انا قلت كده فعلا بس مش على انديه، انا قلت على حاجه ثانيه بس مش قادر اوضح انا بقول على مين. كريم اتفضل يا استاذ. اللي خد قلم رصاص من الشركة دي من 13 يروح يبلغ انها بالقلم رصاص. لان احنا ناس ال 13 رؤساء اندية محترمين. مش بتكلم انا على رؤساء الاندية دي قضية تانية. ولا على الاندية. الاندية استاذ مرتضى اتفضل. استاذ مرتضى هو من مصلحة حضرتك اللي انت ان شاء الله يعني تجيب فلوس اكتر للاندية. احنا عارفين ان انت اكتر واحد ممكن تعمل ده. اكمل ما انتوا بقالكم. اتفضل. كمل كلام بعدين علق زي ما انت عايز. يلا خلاص. اللي قال ان المزايدات دي غير قانونية ده كلام فارغ لسبب بسيط جدا. انا عملت اعلان خلاص تمام طبقا لقانون المناقصات والمزايدات. اتقدم لي شركة 2-3-10 ورق مضروب ورق مش مضروب، اتراجع عندي والرقابة الادارية والجهة الادارية وافقت. تمام. يبقى انا عقدي سليم خلاص. ماشي. ثلاثة بقى اللي بيقولك شكله قدام الجماعة ومين. لا انا شكلي انضف منك، لان اللي انت اللي يعني البني ادم اللي كان بيتكلم دون اللي هو من بقايا الحزب الوطني القبيء اللي احنا عرفنا منه المفروض ما يطلعش تاني خلاص. انت حضرتك انا كنت باخد 3 مليون جنيه يا كريم، خدت 30. يبقى انا قدام جمعيه العموميه عامل ايه؟ انت كسبان طبعا، عملت رقم كبير. بس هو بيقول ما بين الاهلي والزمالك، يعني الاهلي ياخد 40 والزمالك ياخد 20 كقيمه وكشعبيه. كريم كريم الاهلي كان بياخد 40 بياخد 40. انا كنت باخد 3 بقيت 30. يبقى انا احسن من الاهلي. انا نسبه وتناسب نفس سنه. بس الاهلي ما كانش بياخد 40. نعم الاهلي مش بياخد 40. لا هو قصده السنه اللي فاتت خد 10 بره التعاقد. بره التعاقد بس ما وصلتش ل 40 مليون. لا ما وصلتش. يبقى اذا انا الاهلي يقيس بنفسه والزمالك يقيس بنفسه خلاص. تمام. واحده واحده. دلوقتي اتعمل مزاد 13 نادي، جت الشركه دي اشترت منهم. حلو خلاص. لا تصريحا ولا تلميحا، دول لا اسرائيليين، دول مصريين وطنيين وكانوا شايلين في قناه مصريه وكانوا شايلين في قناه فضائيه عاديه. فبرضه لا تصريحا ولا هم يدافعوا عن نفسهم. لكن انا اكده لك ان الجيش لما تعاقد والشرطه ومرتضى منصور لما تعاقد متاكد ان الناس دي فلوسها حلال. اللي بقول لك اسمعوا. طب ليه الامور دلوقتي غير واضحه يا كريم؟ خلينا كده احنا عايزين نتكلم برضه. استاذ مرتضى معاك. بص يا كريم اكتب اللي انت عايز تكتبه كده وسألني مره. ماشي انت قدامك كتير. طيب عشان واي سؤال هتسالوه لي انا ما عنديش مشكله اجاوبك عليه. ماشي. انا عندي صفه رئيس اللجنه. حلو. وعندي صفه ان انا نادي الزمالك اللي اتعاقدت. تمام تمام تمام. تعالى بقى الاستاذ عمرو من شويه قال كان الاستاذ عمرو الكحكي قال ان هو خسر وانا معاه السنه اللي فاتت واللي قبليها عشان يقوم الصناعه في المنتج ده. تمام. طب انت ليه زعلان من الشركه دي بقى يا عم؟ ما بتخسر عشان تقوم المنتج، انت زعلان ليه؟ ما انت عملت دون خلاص. نمره 5 قصه بقى اللي انا بتاع التلفزيون المصري انتهت لسبب بسيط جدا. لان انا اجتمعت بالسيد وزير الشباب خلي بالك في حضور الاخ عصام الامير، وكان سبب الاجتماع واضح. لو الجن الازرق هيشتري الدوري وكاس لازم يتذاع في تلفزيون بلدي ارضي وفضائي. كلام واضح. تمام. فالحجه بقى ان احنا مش عارف ايه ومش هنذيع، لا خلاص. وخلي بالك وتلفزيون بلدي هيقبض، يعني كان زمان بيدفع دلوقتي هيقبض. تعالى بقى احنا عملنا اجتماع في لجنه الانديه، حضروا الاخ ايهاب والاخ وليد. وليد العسو. انا اتحداك لو ايهاب قال لك مرتضى منصور ما كانش قاعد بميزان عدل لدرجه ان الشركه اللي انا متعاقد معاها قلت لهم اطلعوا بره. قدامك اساله. صح صح حصل. قلت لهم اطلعوا بره. واستمعت لجميع الاطراف. انا من مصلحتي ان المنتج ده يتذاع 20 نادي في كل القنوات.
مصلحتي انا بالظبط. ليه بقى؟ من غير الهيجان ده بقى والضغط ده مش هيجيب نتيجه معانا. عارف بيجيب نتيجه ايه؟ الحوار والعقل ونحترم بعض وما نزيدش على بعض وما نلمحش ونصرح ونلف وندور ان ده اعداء للوطن. الوطن ماله؟ ما التلفزيون المصري خد خلاص، والكسبان الوحيد في القصه دي كلها الاخ عصام الامير. تمام. انا مش عايز نخش في مشكله. انا النهارده عايز اتفرج على النهار رياضيه فيها تقنيه، فيها مذيع، فيها محللين على اعلى مستوى. تمام. طب النيل الرياضه خلاص ما فيهاش حاجه، مش هشوفها. المعلن بيروح لمين؟ بيروح للناس بتشوفه. وانا هشوفك ازاي لما تجيب محللين زي حسن المستكاوي، هتجيب محلل زي فاروق جعفر، حسن شحاته، زي ما كان بيحصل. لما تجيب لي مذيع زي محمود بكر، انا بكلمك بصراحه. تمام. فلما اخ ايهاب النهارده، انا طبعا هو كان قاعد في الاجتماع، وقلت له خد مهله مع غرفه صناعه الاعلام. هو ساله لو انا بكذب يقول لك بيكذب. تمام. وتعالوا قولوا لي انا هنا محايد، انا هنا مسؤول عن ال 20 نادي. ال 13 اتعاقدوا هنا والسبعه اللي اتعاقدوا هنا. لو انتم مش عايزين ال 13 نادي خلاص، خلي الشركه دي يا عم، دي شركه نصابه على فكره. قسط شهر 12 اللي لسه جاي انا خدته. خلي بالك. ما هو ايهاب بيقول واحنا كلنا بنقول الفلوس دي كلها جايه منين؟ يعني يا ريت تيجي ما زي ما تيجي يا لا يا سلطان ازاي؟ لا فلوس على اسمع بس ازاي؟ ازاي؟ وفلوس علاء كحكي جايه منين؟ وفلوس محمد لامين جايه منين؟ وفلوس مرتضى منصور جايه منين؟ بس لا بس هنا في ما انا هقول لك، اديني فرصه اتكلم معاك. طيب لا فلوس حسن شحاته معروفه زي ما حسن شحاته كريم. عايز اقول لك حاجه، عشان نسال على حد فلوسه جايه منين؟ لا انت ولا انا. بس مرتضى في عقل في حاجه معينه، معلش يعني لما اكون انا داخل اشتري السوبر ب 500,000 جنيه كريم، الرقابه الاداريه نايمه عندي 24 ساعه اللي بقول لك اسمعه. بطلب مني انا. تمام. اللي يسال الفلوس دي منين؟ لا انا ولا انت. لا انا اقدر اقول لك محمد امين جاب فلوس منين؟ ولا علاء كحك جاب، ولا مرتضى جاب منين؟ ولا كريم منين؟ تمام. افرض يا اخي لقيتك راكب عربيه جميله كده ومحترمه مثلا شروكي مثلا، خلاص عندي. انت بتقصد بقى انا جايبها منين؟ تمام. اللي انا عايز اقوله انه لما اجتمعنا انا كلامي كان واضح. يا جماعه انا كرئيس لجنه انديه برعى ل 20 نادي وبضمن، هو السماع كان قاعد في الاجتماع الاخ ايهاب، وبضمن حقوق ال 20 نادي. وزي ما هنا في ضمانات لازم هنا ضمانات. تمام. لو الغرفه عايزه تشتري ال 13 تعرض. خلي بالك. ولو الشركه الثانيه عايزه تشتري السبعه تعرض. احنا مش عايزين نفتت بالظبط، انما نتكلم في زمن لن اسمح. طب يا فندم بس احنا متفقين مع حضرتك ان اذاعه الدوري سبعه لوحديهم و13 لوحديهم. يا بيت الكلام، احنا عايزين نتكلم معاك. طيب عايزين نتناقش. استاذ ايهاب كلمني النهارده. تمام تمام. وقال لي هم طبعا كان في زياره للسيد رئيس الوزراء امبارح. وانا كان في محادثه بيني وبين السيد رئيس الوزراء النهارده. تمام. وكلامي واضح معاه، زي ما برع هنا انا برع هنا. تمام تمام. انا كل اللي عايزه كل القنوات تذيع، كل الانديه تبقى واحده واحده. دي حاجه كويسه جدا. ده اللي احنا بنتمناه، ده اللي احنا عايزينه. ده اللي احنا عايزينه. يا استاذ ايهاب انت سمعت كام ده انا قلته قدام الانديه كلها. صح. انا مش جاي اقوله دلوقتي في التلفزيون. تمام. اللي انا قلته لك دلوقتي قلته علنا على الترابيزه. صح قلته واحنا قاعدين في الاجتماع. قلته في الاجتماع. صح. استاذ وليد الاسوي طلب مني مهله لغايه يوم الاحد، عشان دلوقتي ايهاب بيقول ايه الوقت متاخر. ده الماتش السوبر الحد والدوري الاثنين يا استاذ مرتضى. يا استاذ الفاضل انا اللي قلت لهم يوم الاربعاء نجتمع اساله. ماشي. عشان يدرس الموقف قيمه العرض اللي تقدم لل 13. قال لي لا احنا لغايه يوم الاحد يا استاذ مرتضى. قلت له طب ما تاخد لغايه يوم الخميس. عشان الدوري هيبدا، فكان رده بالحرف الواحد. ايوه. يا استاذ مرتضى ما هو الدوري اتاخر المره اللي فاتت، السنه اللي فاتت، مش مشكله يفوت اسبوع ولا اسبوعين. بقول لك هو الثاني استاذ ايهاب قاعد سامعني. يبقى اذا التاخير في ان احنا يحصل اتفاق جماعي مش مننا، من الاستاذ وليد اللي حضر مع الاستاذ ايهاب. ماشي. كلام واضح؟ تمام. طيب دلوقتي الاستاذ ايهاب كلمني النهارده. حلو. وقال لي بقى احنا خلاص جاهزين وعاملين ثلاث عروض. انا مش صاحب قرار، انا انصح. خلي بالك. ايوه. يعني انا باجي اقعد في مع الانديه ال 13 الاول اذا كان في عرض ايه لشراء حقوقهم. ايوه. تمام؟ بس لازم نعرف ان ال 13 دول باعوا لشركه. واشترت حق البث والرعايه. تمام. انا بقى اتحاد اسكندري وافقت، كنت باخد مليون خدت ثلاثه. يبقى انا بالنسبه لي ماليش دعوه بدمنهور. ما انا ممكن اقول لك ايه، هو سيادتك هتدي مع احترامي لشعب دمنهور البحيره، هو سيادتك ماتش الاهلي ودمنهور يتباع ب 6 مليون ونص؟ مين قال الكلام ده؟ ايه انا ممكن اقول لك ايه السفه ده؟
انت ده غسيل اموال. ازاي اذيع ماتش لدمنهور مع الاهلي؟ ما هو دمنهور ما لوش الماتش المهم اللي مع الاهلي ب 6 مليون ونص. لكن احنا قعدنا نشكك في كل حاجه. بس والله في حاجات غريبه برضه، عايزين استفسارات. بس ما انا ممكن اقول لك ايه، طب صاحب القناه الفلانيه بقى مشارك تاجر مخدرات بتاع الحمام، وانا راجل محامي وعارف كل التجار. احنا بنتكلم في الحلول. الحلول ايه؟ الحلول الحل انت قلت لي جايب 3 عروض. اتقدمنا لاتحاد الكوره امبارح. يا بيت ما تظلمش اتحاد الكوره، انا صاحب الحق، انا اللي ببيع. اتحاد الكوره لما نيجي نبيع بيع جماعي، ما دام بعنا فردي يبقى لجنه الانديه اتحاد الكوره طلعوا من القصه. طيب انا شايفك بتقول ان اتحاد الكوره مش عارف هيسوبر بكام وهو يرد طبعا على ده اللي انا عايز اساله لحضرتك يا استاذ مرتضى. اخلص الجزئيه بتاعتي وبعدين ماشي. الجزئيه ما بتخلصش يا استاذ مرتضى. لا ما انا برضه عايز اوضح للناس. طيب ماشي. دلوقتي انت هو كلمني النهارده. خلاص؟ انا كلمت السيد رئيس الوزراء لان ده زي ما انت قلت دي دوله. تمام. ما فيهاش هزار. تمام. لعصام الامير يقدر يضمن ال 13 ولا يقدر يضمن السبعه؟ ليه؟ لانه هو خد حقه خلاص. حقه ايه؟ عايز يزيع ارضي وفضائي. تمام. بدون مقابل. وبدون مقابل بعد ما كان بيدفع ملايين. ايوه. قلبنا كلنا. تمام. خلاص؟ ماشي. انت بقى عايز تشتري. انا طرف ومعايا الشركه الراعيه اللي اشترت مني طرف. طب افرض بقى الشركه الثانيه عايزه تشتري السبعه. تمام؟ الغرفه بقى طرف، الغرفه بقى طرف. ايوه. ليه؟ لانها اشترت حقوق السبعه دي. صح. تمام. اللي يحصل بالظبط الاجتماع اللي احنا المفروض هنعمله ان شاء الله، انا قلت له خليه يوم الاثنين عشان السوبر يوم الاحد. قلت له من فضلك اللي يحضر الاجتماع صاحب قرار. صاحب قرار. عشان هنجمع رؤساء الانديه اصحاب قرارات. تمام. يعني اسف يعني ما يجيش واحد يقول لي انا هرجع لرئيس صاحب القناه، لا يكون صاحب قرار. عشان لما نتفق يا كريم في القعده يبقى قرار طالع من ناس مسؤوله على قد كلمتهم. حضرتك مثلا كريم، مع احترامي الكريم، حضرتك مش صاحب قرار. ايوه. اي كلام تقول انا هرجع. لكن في علاء كحكي ده صاحب قرار. بالظبط. عندي مع الاستاذ محمد الامين او وليد الاسو صاحب قرار. عندي السيده منى بنت السيد الدكتور سيد بدوي انا عضو منتدب دلوقتي على المحطه صاحب القرار. يعني كل قناه دلوقتي فيها اصحاب قرار. تمام. نقعد نجتمع على الترابيزه. تمام. بما يرضي الله، لا الشركه اللي اشترت 13 تنضر ولا الغرفه بقنواتها تنضر. وده كلام 100 100. ولا الانديه تتضر. ده كلام 100 100. ايه الغلط اللي في ده بقى؟ لا زي الفل. دي مدخلات. ولا والضغوط مش يعني كل ده مش هيجيب نتيجه مع ناس محترمه. ما في بقى تساؤلات احنا بنسالها. مش عارف يا كريم هتجيب نتيجه مع مين؟ مش هتجيب نتيجه مع مين؟ مع حد ارتشى وقبض. هيخاف ويرتعد ورجليه يقول لك يا مامي لو النبي. لا ال 13 نادي محترمين. انا ما بتكلمش على برضه، انا ما بتكلمش على الانديه. انت مدخلني في انديه ويعني حولت القصه للانديه. انا مش بتكلم على الانديه. في حاجات في الاتحاد الكوره. في حاجات في اتحاد الكوره غريبه جدا. بس ما تسالنيش عن شو غريب. لا مش هسالك عن شو. هسالك عن شو غريب ليه؟ حضرتك مش فني. ماشي. حضرتك عايز تتكلم في الكوره ماشي نتكلم. اتفضل. طيب دلوقتي استاذ ايهاب كان بيتكلم معايا من شويه وانا ما بفهمش في المزايدات في الحاجات دي، لكن دايما لما بيكون في مزايده او في مثلا منتج هتشتريه بيبقى في تعامل بالمنطق وبالعقل. انا دلوقتي مثلا كغرفه صناعه الاعلام او اتحاد الاذاعه والتلفزيون داخل يشتري السوبر ب 500,000. تمام؟ تمام. شركه برزنتيشن دخلت ما زودتش مثلا 100,000 ولا 200 ولا 300، 1,550,000. تمام. عشان اشتري السوبر واحد، فما حدش قدر يقف قدامها واشترى. تمام. يعني قصه الربحيه او الخساره مش في دماغهم، هي قصه استحواذ. ولغايه دلوقتي شركه برزنتيشن ما اعلنتش هتذيع ماتشاتها فين. فين القناه اللي هي هتذيع ماتشاتها؟ في غموض، في حاجات احنا مش فاهمينها. اجاوبك. اتفضل يا استاذ مرتضى. ماشي. الكلام ده يتسال ممكن للغرفه. ازاي حضرتك شركه اشترت 13 نادي ب 70 مليون وحضرتك رايح تشتري بقى 7 انديه ب 80 مليون؟ هو نفس السؤال ممكن اوجهه. ما عشان انت حطيت موقف السبع غرفه صناعه الاعلام والقنوات الفضائيه في موقف ضعيف لما رحت خلصت مع الانديه، فدلوقتي القنوات عايزه تحافظ على المنتج وتحافظ على التواجد. انا معاك يا بيه، انا فبتشتري باي سعر عشان يكون ليها قوه وتقدر تتفاوض معاك. باي سعر برضه عشان يسمعك. اشمعنى انت بتحلل ده وتحرم لده يا كريم؟ ما هو اضطر لكده يا استاذ مرتضى. لكن هو برضه ما هو برضه مضطر عشان بيتحارب بعد اذنك. تمام. وبعدين هو ما عندوش قناه، لكن احنا بقى في النهار اليوميه والنهار الفضائيه والنهار اليوم. طب هو ليه مش عايز يعلن على القناه؟ ليه مش عايز يعلن؟ والنهارده الاجراءات في المزايده كانت مريبه جدا، يعني الناس برضه المزايده كانت المفروض الساعه 12. كريم احنا مش عايزين ندخل في التفاصيل. انا الفريق بتاعي هيروح يوم الاحد يلعب. تمام. يذيع اي تلفزيون ما عدا تلفزيونين. جمهورك يا فندم وجمهورك يا فندم. يا فندم دقيقتين. وجمهورك يا فندم. ما عدا تلفزيونين. القطري الحقير والاسرائيلي المجرم الحقير. فيما عدا ذلك لو اي تلفزيون عربي ذاع
ما انتوا ما هو قناه النهار بتشتريها بايه؟ منتجات لبنانيه ومسلسلات تركيه ومسلسلات سوريه. ايوه بس المسلسلات غير الكوره. بس جمهورك فين؟ جمهورك يا استاذ مرتضى، جمهور النادي الزمالك ماله؟ ماله جمهوري؟ ايوه جمهورك هيتفرج على الماتش فين؟ هيتفرج على القناه هيتفرج على قناه النيل للرياضه المفضائيه اللي هي مفتوحه، وهيتفرج على القناه الثانيه، وهيشوف مدحت شلري وهيقول مساء الانوار، ايه المشكله؟ طيب خلاص يعني لو حضرتك عارف ومتاكد ان هو هيتذاع على النيل للرياضه يبقى خلاص. لا لا مش كده، بص ما هو انت يا استاذ حضرتك، لا هو هيتذاع على النيل الرياضه، بس احنا بنتكلم على القناه الاخرى. ما حدش قال القناه المصريه المزايده، المزايده فيها المباراه حصلت. اه اتفضل يا استاذ وزير الشباب اللي هو انا وهو يعني القناه حصر يعني ما يتذاعش في حصري نيل الرياضه او الفضائيه المصريه وارضي القناه الثانيه، كلام واضح، لان ده اهو ده بقى الامن الوطني المصري. ده الدوري يا فندم، ده الدوري مش مباراه السوبر. بس الدوري والكاس وغصب عن الشركه لو في مباراه في الحاره هتذاعها في تلفزيون بلدي. طيب تمام، لان انا بحب البلد ديا، ده وطني. تمام، هيتذاع في تلفزيون بلدي. تذيعه بقى يا ابو ظبي، تذيعه. طب والقنوات الفضائيه المصريه برضه اللي هي جزء من الاعلام المصري يا استاذ مرتضى، ما هو مين اللي اتاخر يا كريم؟ ما شاءنا اهو قدامك، اهو قلت له نعمل اجتماع يوم الاربعاء او الخميس بالكتير عشان نحسم الامر. او انا بقول لك، هو مجدي بيقول لك الاستاذ وليد اللي قال لي يا استاذ مرتضى احنا لسه عندنا وقت. طيب يا استاذ مرتضى، احنا ان شاء الله، احنا ان شاء الله ميعادنا يوم الاثنين مع حضرتك، وان شاء الله كلنا امل ان المشكله تتحل باذن الله. ما تخلوها السبت قبل السوبر. الجمعه والسبت اجازه، وفي دي حاجات بتحصل ريسيرش عشان تعرف ازاي هتجيب الفلوس ديت وتقدر تقدم لهم عرض كامل. استاذ مرتضى طالب مننا ايه العرض المالي اللي نقدر نقدمه للانديه؟ احنا عرضنا يا فندم امبارح 120 مليون. لا بص، لا مش عايزين عروض على يعني برضه، مش عايز على الهوا يعني. اه طب خلاص خلاص خلينا ماشي، خلينا بس بقول لك ان طرف اساسي معايا هو الشركه اللي اشترت حقوقي. تمام، ده طرف اساسي. ليه بقى؟ لان الاستاذ وليد كل ما تاني الشركه يقول لك لا مفيش تعامل معاك. لا، لو السبع انديه، لو السبع انديه، خلي بالك الاخ بتاع الشركه بتاع البرزنتيشن دي عايز يشتري، هيشتري من الغرفه. خلي بالك، واحنا نضمن ونرعى. لو العكس، ما هو لازم يبقى مش في طرف اشترى وليه عقود، واخد بالك، ووثق هذه العقود وراحت الجهه الاداريه. يعني انا النهارده ممكن اصحي من النوم اقول لهم ايه، لا انا خلاص يا جماعه بقى العقد ده، شكرا مع السلامه. لا مش هيحصل الكلام ده، ولا السبعه تعمل كده. خلي بالك، السبعه تحترم تعاقداتها. احنا كل اللي عايزين نعمله ان ال 20 يبقوا هنا وهنا. بالظبط بالظبط، ده اللي احنا عايزينه. يبقى في كل القنوات، يبقى قناه الفضاء المصريه والتلفزيون المصري، ولو في قنوات عربيه مفيش مشكله، بس قناه الفضاء المصريه. بس يا كريم، أيوه، ان الاسلوب بتاع المداخلات اللي تم ده مش هيجيب نتيجه مالهاش شرفه. يعني دايما احنا بنتعامل اللي داخل هو دي وجهه نظره، وبنحترم كل وجهات النظر. ما نقدرش اوجه الضيف اقول له تقول ايه. تعمل القناه، انت طرف يا كريم دلوقتي، قناتك طرف. اصل كل الناس دي مسؤوله في الاعلام يعني. يا فندم هو حضرتك طرف، وحضرتك طرف يا استاذ مرتضى، وحضرتك طرف اساسي في الموضوع. يا عم بص يا عم ايهاب، بقول لك ايه يا ايهاب، ده ممنوع التعامل في اي حاجه. يا مس ادو مجلس الاداره ممنوع لغايه الدرجه الرابعه اتعامل مع حد قريب للدرجه الرابعه. فسيادتك دلوقتي صاحب مصلحه، في اي كلام هتقوله او حد، او الاستاذ محمد لامين مع احترامنا للكل، او الاستاذ عمرو عمل مداخله، هو صاحب مصلحه. خلينا فير، خلينا نقعد على الترابيزه كده ونقول ادي مصلحه البلد، كلنا نتمنى مصلحه البلد يا فندم، وادي مصلحه الشركه دي، وادي مصلحه غرفه الاعلام. ده يزعل حد؟ لا ما يزعلش. في النهايه هنوصل باذن الله ان شاء الله يوم الاثنين، ان شاء الله ان شاء الله الاجتماع على الهواء اهو يوم الاثنين الساعه 12 في نادي الزمالك. تمام، شكرا، بشكرك شكرا جزيلا. المستشار مرتضى منصور رئيس لجنه الانديه ورئيس نادي الزمالك.